السلام لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نحبكم في القناه ديالكم موصل الحلقه. الا كنتي اول مره كتفرج فينا، اول مره كتشوف قناه موصل الحلقه وبغيتي تستافد في مجال الحلقه، فمرحبا بك. ما تنساش دعمنا بواحد زر لايك للفيديو، وما تنساش تهبط لتحت تلقى واحد البوطونه برك عليها وفعل زر الجرس باش يوصلوا كاع نوتيفيكاسيون فين ما حطينا شي فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي جداد معنا في القناه، بغيت نقول لكم انه تقدروا تدخلوا لاشين، راه كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي ينفعوكم ان شاء الله. المهم الاخوان، هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون سبيسيال، واحد الفيديو اللي هو زوين بزاف، اللي نتوما طلبتوه مني بزاف في الانستغرام. قلتوا لي زكريا عافاك دير لنا هذا الفيديو، لانه ديجا هذا الفيديو كنت دوزته في واحد الفيديو اخر ولكن ما ركزتش على هذا البلان مزيان، ما شرحتوش لكم، ولكن من طلبتوه مني قررت انني نشرحه لكم بالتفصيل باش تقدروا انكم تعرفوا ديروا هاد الديغرادي اللي هو زوين بزاف. المهم خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم الاخوان. اللي بغيت نقول لكم الدراري يدخلوا انستغرام ليا دي زكي بارب، اللي عنده شي سؤال ولا اي حاجه يقدر يصيفطوا ليا تما، كندير لي لايف كنجاوبكم على الاسئله كل شيء، وما كنعسكمش الدراري توصل هذا الفيديو ل 1000 لايك. المهم خليكم مع الفيديو، بيس. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي ان شاء الله، اللي غادي نحاولوا اننا نديروا واحد التدريج ديال لانيك ولا التدريج من الخلف. كما غادي تشوفوا معايا الاخوان، اول حاجه الاخوان غادي نقوموا بها هو اننا غادي ناخذ الماكينه ديالنا، سواء كانت الماكينه صغيره ولا كبيره، فانا قررت انني ناخذ الماكينه الكبيره، نحاول انني نطراسي بها من الوراء بهذه الطريقه. هذه ضروري خاص يكون الطراساج على شكل نصف دائره ولا على شكل خط مقوس، ماشي يكون خط مستقيم، ضروري انه يكون شكل مقوس كما كتشوفوا معايا. ومن بعد الاخوان غادي نحاول انني ناخذ الماكينه الصغيره، نحاول انني نفيني بها من الاسفل بهذه الطريقه هذه، سواء كانت عندكم الماكينه صغيره سواء الموس، يعني اي حاجه تقدر انك تفيني به من الاسفل بهذه الطريقه كما كتشوفوا مع الاخوان. الاخوان غادي نحاولوا اننا ناخذ الماكينه ديالنا ونديروا فيها الزيرو ولا الصفر، يعني الدرجه صفر كما كتشوفوا معايا. غادي نحاول انني نخدم بها على داك الخط اللي ديجا درته بالماكينه الصغيره، غادي نحاول انني نخدم بالصفر ديال الماكينه الكبيره بهذه الطريقه هذه الاخوان. نحاول انني نفين داك الخط ديالي باش ما يبقاش ليا الفرق ما بين الصفر ديال الماكينه الصغيره والصفر ديال الماكينه الكبيره. من بعد الاخوان غادي ناخذ المشط رقم واحد كما كتشوفوا معايا، غادي نخدموا به واحد السميطه اللي هي غادي تجي من فوق الصفر ديالنا كما كتشوفوا، بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. وحاولوا دائما الاخوان تخطفوا الماكينه ديالكم في هذه الاماكن هادو، وهذه السميطه ما خصهاش تكون كبيره بزاف على حسب الرغبه ديال الزبون، ولكن يستحسن انها ما تكونش طالعه بزاف كما كتشوفوا معايا الاخوان. ومن بعد غادي نحاولوا اننا نديروا يعني رقم 2، المشط رقم 2 صغيره بطبيعه الحال، غادي نحاولوا اننا نخدموا بها من فوق درجه رقم 1 بهذه الطريقه هذه بطريقه الخطف الاخوان. من بعد الاخوان غادي نديرو 1.5 كما كتشوفوا معايا، 1.5 غادي نحاول انني نفيني به بعض الاماكن ولا واحد الخط اللي غادي يبقى ليا تما بطبيعه الحال ما بين الواحد وما بين جوج صغيره بهذه الطريقه الاخوان. غادي نحاول انني نفيني بالطريقه كما كتشوفوا معايا، دائما كنخدم بالراس ديال الماكينه، ما كنخدمش بالماكينه كامله في هذه الاماكن هادو باش نتجنب انني ما نطلعش للفوق بزاف، لانه الا طلعت للفوق بزاف ما غاديش يبقى التدريج ديالي يعني كما بغيتو، ما غاديش يجي تدريج احترافي. دائما خدموا الاخوان بالراس ديال الماكينه بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، وتجنبوا انكم تطلعوا الاعلى. ومن بعد الاخوان غادي نركبوا المشط 0.5 ولا الواحد صغيره كما كتشوفوا معايا، غادي نحاول توا نخدم به لانه غادي يبقى ليا خط ما بين الواحد وما بين الزيرو، غادي خصني ضروري انني نفينيه كما كتشوفوا. حتى انا الاخوان كنخدموا بطريقه ديال
الراس ديال الماكينه كما كتشوفوا معايا ما كنطلعوش للفوق نهائيا، يعني كنخدم على الخط اللي كيبان ليا اللي خصو يتفينا، نحاول انني نخدم عليه ونفينيه من جميع الجوانب كما كتشوفوا، من الجنب الايمن ومن الجنب الايسر. ودائما الاخوان كنخدم بالراس ديال الماكينه وما كنطلعش للفوق نهائيا، يعني كنخدم فقط على الخط اللي بقى ليا. والاخوان خصكم دائما انكم تحركوا الدراجه ديال الماكينه ولا الجيد ديال الماكينه باش تقدروا انكم تفينيو بعض الاماكن اللي ما غاديش يتفيناو ليكم، وحاولوا توقفوا الماكينه كما كتشوفوا معايا في بعض الاماكن باش تقدروا انكم تفينيوهم بطريقه اللي هي صحيحه. ندوزو المرحلة الأخرى الإخوان اللي هي المرحلة ديال 0.5 كما كتشوفوا معايا، نحاولوا أننا نديرو 0.5 في الماكينة ديالنا، ودائما غادي نخدمو على الخط اللي مازال لينا ما بين الصفر والواحد كما كتشوفوا بطريقة اللي هي بسيطة الإخوان، يعني شي حاجة اللي هي بسيطة كتخدم فقط بالراس ديال الطوندوز اللي كنأكد لكم عليه أنه ضروري خصكم تخدمو فقط بالراس ديال الماكينه بهذه الطريقه. هذه ما كتخدمش بالماكينه كامله وما كتطلعوش للفوق نهائيا، كتخدم على الخط اللي كيبان لك خصو انه يتفينا، ودائما رد البال مع التدريج ديالك تشوف واش هو هذاك ولا لا. كما كتشوفوا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه الاخوان، غيبان لكم التدريج بانه بدا كيتفينا، يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، وكتشوفوا كل شيء قدام عينيكم. ودائما الاخوان غتحاول انك دير 0.3 بطبيعه الحال باش تزيد تفيني التدريج ديالك، ودير 0.2 دائما حرك الجيد ديال الماكينه ديالك باش تقدر انك تفيني التدريج ديالك يعني 100% وما تلقاش معاه مشكل نهائيا. ومن بعد الاخوان غادي نديرو اخر لمسات اللي هما غادي نحاولوا اننا نفينيو بعض الاماكن بالمقاس والمشط كما كتشوفوا معايا بطريقه اللي هي بسيطه. حاولوا انكم تفينيو بعض الاماكن اللي خصها تفينا بالمقص والمشطه باش ما تطلعوش للفوق بزاف، لانه المقاس والمشط كتحاول انك تخدم فقط في الاماكن اللي خصهم يتفينوا بطريقه اللي هي سهله الاخوان. وهنا غادي يبقى لنا فقط اننا نديرو تور دوراي الزبون ديالنا، وهنا غادي نقول لكم بان وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا خديتوا معلومات. نتمنى منكم الاخوان اللي عجبكم الفيديو تهبطوا لتحت تخليوا لنا واحد اللايك للفيديو كتشجيع بطبيعه الحال، واي تساؤل واي حاجه حاولوا انكم تزوروا الانستغرام ديالنا، حساب الانستغرام اللي هو زاكي باربر، حاولوا انكم تتابعونا تما الاخوان، طرحوا التساؤلات ديالكم اي حاجه. وشكرا لكم بزاف الاخوان على الدعم ديالكم. كان معكم زكريا من قناه مهووس الحلاقه.